الجزائر أمينة على الحق الفلسطيني. اليوم وجود الجزائر في هذا المنتظم الدولي هو مكسب للمجموعة العربية. الجزائر تنوب هذه المجموعة العربية للدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره في دوله في دولته، وبالتالي الجزائر اليوم محامي أمين ومحامي قادر على التحدث بلغة هذا المنتظم الدولي. ونعتقد أن وجود الجزائر في هذا التوقيت في هذا المنتظم الدولي هو مكسب لنا في القضية الفلسطينية ومكسب للمجموعة العربية. الجزائر تخوض معركة قانونية دبلوماسية دولية لجانب الحق الفلسطيني، تساند أيضا المبادرة التي قامت بها دولة جنوب أفريقيا بجعل الاحتلال يقف مدان أمام محكمة العدل الدولية، وهي تفعل أيضا ذلك لإيقاف العدوان على شعبنا الفلسطيني في مجلس الأمن من خلال الورقة المعدلة التي قدمت أمس. نحن نعتقد أن هذا الموقف الجزائري الأصيل الممتد من الشعب الجزائري إلى المؤسسات إلى الأحزاب إلى مجلس النواب إلى كل أطياف الشعب الفلسطيني يعبر عنه السيد الرئيس عبد المجيد تبون بخطاباته وبمواقفه وبسلوك الدولة الجزائرية المساند، ولذلك نحن نعتز بهذا الموقف الجزائري. ونعتقد أن الجزائر لن تتخلى عن فلسطين. قيل قديما أن الجزائر لن يكتمل استقلالها إلا باكتمال استقلال فلسطين، وستستقل فلسطين، وإن شاء الله سنصلي جميعا في المسجد الأقصى محرما. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.